حب وبرد يا هو كوزي عتلي وصاحب بشارة لأخويك ساحب. والله في الستينات كانت جميع المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة نحن نعرف بأن وقت البحر هيج ووقت البحر مثل ما تقول يعني راكد. فوقت الإهاجة في الشتاء عندما تشمل الهوية والضربات لازم الناس يحتاجون إلى سمك المالح وإلى سمك الرزيم. وسمك المالح هو السمك اللي يصاد ويزيد عن حاجة الناس وبعدين يعني يفتح ويضع في ملح، فهذا نسميه رزيم أو مالح، أو يوضع في صفائح، اللي يوضع في صفائح نسميه مالح. وهذا يحتاجونه وقت الهوية ووقت أنهم يسيرون مكان في واحات بعيدة يحتاجون هذا المالح، لأنه لا يخرب ولا يتعفن، ولكن اللي يصنع هذا المالح لازم يكون على علم والدراية في ذلك. مواصفات المالح، المالح إذا أنت سويت المالح تعطيه شهر مثلا في صفيحة ولا أن رزيم وغيره، إذا شفت أحمر وهذا ناضي يعني مستوي، نحن نسميه باللهجة المحلية ناضي يعني مستوي، لأنهم السمك يعملون تشريح بالسكين يعني، فالملح يقع في هذه المسامات وبعدين يوم الطلع حمر. المادة اللي موجود فيها المالح تطلق عليها محليا صرابي، يعني قد يسأل سائل شو الماء اللي المخلفات المالحة في الصفائح يسمونه الصرابي، والصفيح عبارة عن بيب من الصفيح. والله مثل ما تقول كل مناسباتهم، حتى ساعات بعد ما في أهوية، ما في أمطار، ما في مثل ما تقول في الشتة في أمطار كثيرة، في الصيف ما شيء أهوية وغيره، ولكن سكان الإمارات تقول يعني مثلا إذا سوى لحم ولا سوى مثلا سمك وغيره قالت تعال يوم سوي لكم مالح اليوم، ولا تحت مالح ولا مالح ممشورة، فيعني تقول لي إن هذا المالح لأنها أكلة شعبية متأصلة من زمان في دولة الإمارات من أيام الأجداد الأوليين. هذه الوجبة متعارف عليها من زمان، قلت لك فهم لازم تي من الوجبات الرئيسية ساعات يعني يحطونا من الوجبات الرئيسية، فيلا اليوم فلان مسوي مالح يلا يديكم بس ناكل عنده مالح، فيومي ما شاء الله مالح يكون من أجود أنواع الأسماك وهو القباب. المرتبة الثانية هي الشنعد. عدنا نحن في الإمارة كان عندنا البياح أو البوري، البياح هذا كنا نصدره يوم نزيد عن حاجتنا في الستينات نصدره إلى البحرين ويروح أيضا إلى فلسطين يوصل، فهذاك رزيم. الرزيم يختلف عن المالح، الرزيم يوضع في صناديق بدون ماء، هذاك مخلفات ماله ماء اللي قلنا عن الصرابي، فهذا الرزيم أيضا يفتح ويوضع في ملح ويتم فتحتين يعني السمكة فتحتين اللي هو البياح. كان أول البياح 100 حبة بست ربيات، الحين الوحدة 100 درهم، يختلف طبعا من جيل الى جيل ومن وقت الى وقت. زين ما حاره بايب ربوع وخموسي من فضل مولاي